فرق تسد، ده مصطلح قديم سياسي وكمان عسكري، ومنطقه قايم على فكرة تفريق وتفتيت قوة الخصم الكبيرة لأجزاء مش متماسكة ومش متحدة مع بعضها. ازرع بينهم بذرة الفتنة والخلاف والكره، انشر روح الرغبة في الانتقام، خليهم طول الوقت مسحولين مع بعض في تبادل أدوار توجيه الاتهامات، خلي طاقتهم كلها اللي المفروض تتوجه ليك انت يستنزفوها في معاركهم ضد بعض. المنهج ده والفكر الخبيث ده بس هو المشروع الوحيد اللي واحد في شر وإجرام السيسي وبالتالي نظامه بيعتمد عليه وبيثبته في الحكم. منهج صناعة الاستقطاب، وعشان تعمل استقطاب يبقى لازم تخلق عدو، اللي وجوده هيصنع منه هو نظام أزمة وطوارئ. نظام اتخلق في حالة أزمة واستقطاب ودم وانقسام مجتمعي، ومقدم نفسه على إنه وجوده هو الضمان لحفظ الأمن ومواجهة الإرهاب، وعشان يكمل ويسيطر أكتر لازم تستمر الحالة اللي أوجدته دي. وكل ما يحس النظام إن الحالة دي ابتدت الناس تنساها وتبدأ تظهر ملامح لحالة توحد على قضية قومية أو وطنية واحدة، لازم يرجعها تاني في عقل الناس. وطبعا من أهم الوسائل اللي النظام بيعتمد عليها في تمرير رسائله هي الإعلام، وإذا كنا في رمضان تحديدا يبقى الإعلام عن طريق الدراما والمسلسلات، اللي من ضمنها مسلسل يعني أنا الحقيقة معجب باسمه وبشكرهم عليه، الاختيار، لأنه حقيقي إدى الفرصة لكل اللي بيشوفه في الاختيار ما بين إنك تكون إنسان عنده عقل وضمير وتمييز أو العكس. تشرب شاي؟ ما تشرب شاي؟ خلاص. في رمضان اللي فات أنتجت المخابرات ممثلة طبعا في تامر مرسي رئيس إعلام المصريين وفي نفس الوقت مالك شركة سينرجي للدعاية والإعلام، أنتجت مسلسل الاختيار الجزء الأول اللي كان بيحكي عن الضابط أحمد منسي اللي استشهد والمجموعة اللي معاه في كمين في سيناء، وكلنا فاكرين ساعتها حالة الإسهال الوطني والتشنج القومي اللا إرادي وحالة الفرز بقى اللي حصلت، ويا ويله اللي كان يلمح بس بصفه ونية حتى إنه ما بيتفرجش عليه، مش قال إنه ما عجبوش حتى. السيساوية ساعتها ومعهم اللجان الإلكترونية كانوا في حالة أورجازم وطني مش نافع معها أي مسكنات، واللي ما بيتفرجش حرفيا كان يا إخواني يا داعشي، وكان ناقص يخطفوه يكتفوه يتفرج بالعافية. وفكرة انتقاد العمل نفسه فنيا كان اللي بيلمح بيها عرضة ان الاستاذ امير كرارة ذات نفسه يجي صاحب نفسه الفجر عقابا ليه عشان يديله درس في الوطني. لكن ورغم كل ده ورغم ان اصلا اي عمل درامي ايا كانت قوته وتأثيره اللحظي بيتنسي مع اول كحكاية في اول يوم عيد ونفض المولد، لكن برضو ورغم كل ده المسلسل ما سببش حالة جدل وانقسام كبيرة لسبب بسيط، هو انه اولا بيحكي عن سيناء اللي هي باوامر النظام تعتبر مثلث برمودا لباقي الشعب، تعتيم كامل على كل اللي بيحصل فيها، وحتى اللي كان بيقرب من اللغم ده سواء صحفي او باحث كان بيروح ورا الشمس. وثانيا المسلسل لمس مع اغلب الناس حتى اللي مختلف مع النظام سياسيا في حته عاطفيه شويه قليل قوي اللي هيختلف عليها، وهي ان اغلب الشعب المصري بالفطره والانسانيه وصفه المواطنه متعاطفين فعلا مع المجندين، ومازال كتير جدا مرتبطين وبيحبوا جيش بلدهم كجيش مش قيادات، افراده هم ناس مننا اخواتنا وقرايبنا، والتعاطف مع اللي بيسقط منهم غدر طبيعي ومش منطقه خلاف يعني. فالموضوع عدى، وزي ما قلت هي دراما وشويه ممثلين ومات الكلام مع اخر حلقه وكله نزل على ارض الواقع يشوف حاله. لان السنه دي وقبل رمضان ما يهل سمعنا عن تحضير لمسلسل اسمه الاختيار 2، اغلبنا يعني تصور انه استكمال بقى للبروباجندا وتلميع صوره الجيش تاني ورساله جديده من النظام للشعب في ابراز بطولات الجيش في ملحمه استشهاد تانية، ورساله معنويه لطيفه لافراد الجيش مجندين وضباط تعوضهم معنويا ان هم اصلا متمرمطين ومرميين في وش المدفع في سيناء. لكن اللي حصل غير كده، وبدات تتسرب صور واخبار عن نجمين من العيار التقيل كريم عبد العزيز واحمد مكي. لحد هنا والموضوع عادي، اعملوا يا عم ضباط جيش وحاربوا الارهاب في سيناء. لكن المفاجاه اللي خلت الناس تنحت هو انتشار صور لاحمد مكي والخبر البدء في تصوير مشاهد فض اعتصام رابعه العدويه. اعتصام رابعه واحمد مكي وكريم عبد العزيز قايمين بدور ضباط شرطه؟ هو اساسا المنطقي ان لو حد عاوز يعمل فيلم مثلا عن اللي حصل في رابعه هيبقى فيلم اجنبي والمخرج يختار له 2-3 من نجوم ادوار الشر يعملوا ضباط. فالناس احتارت فعلا ما كانتش مصدقه، ورغم انهم ممثلين اولا واخيرا وخدامين لقمه عيشهم وقبلها خدامين حظ ضابط اللي ما يملكوش يرفضوا كلامه، لكن احمد مكي تحديدا ما بانش عليه طول الفتره اللي فاتت اي ميول تطبيليه، بالعكس. شهر يناير يوم 25 اعصب تاريخ ثوره مصريه على مر السنين، شباب رفع راس مصر فوق مش لابس فوق، عاوز حقوقه الشرعيه وطلبها بكل ذوق، شكرا لكل شاب قال رايه من غير ما يخاف، راجل من ضحى راجل خلى العالم بص وشاف.
كريم عبد العزيز بقى قايم بدور ضابط امن دوله، وحواراته وتحقيقه مع المتهمين لحد دلوقتي بيستخدم كل اساليب التحقيق وطريقه الكلام اللي هو نفسه بعد ثوره يناير كان عمل مسلسل اسمه الهروب، وده حواره كمواطن عادي مع ضابط امن دوله بيبرر نفس تبريراته هو دلوقتي بالحرف. بس اكيد سيادتك عارف ان انا لو قتلتك هترتاح، وبصراحه ده حل ما يرضنيش، هيعملوك شهيد الوطن شهيد الواجب واللي فوق في علم مصر وجنازه عسكريه، ويمشي في جنازتك علية القوم، وانا هرجع هربان تاني. تفتكر ايه اللي يخليني عاقل يا باشا؟ البلد ادتني حقي مثلا، وصفتني منك ومن اللي زيك اللي ممكن يغيروا مصير بني ادم بجره قلم، تتحكموا في مصاير الناس وانتوا قاعدين في مكاتبكم. ده ارهابي عشان انت عايزه كده، وده خطر على امن الدوله عشان زمايلك عايزه كده. اللي عايزين تطلعوه فوق بتطلعوه فوق، واللي عايزين تنزلوه تحت بتنزلوه تحت، والناس مش مهمه في 60 داهيه. الناس انا راجل كنت بخدم البلد، بحميها من الارهابيين اللي عايزين يدمروا امنها. بتحميها من مين؟ مننا؟ من اخويا؟ من ابويا العامل الغلبان اللي كل همه في الدنيا ان هو يجيب حقوق العمال الغلبه، ولا من عاصم ولا من اسماعيل؟ لا فعلا ونعم الحمايه. احنا اسفين يا سيدي، بس مهما كان برضه الغلطات اللي احنا وقعنا فيها دي كلها ما تجيش حاجه جنب امن البلد. كنت بتحمي شخصيات، انت لو فعلا كنت بتحمي البلد كنت حمتوها من الناس اللي سرقتها ونهبتها وجابت الفقر لاهلها. لو فعلا بتحمي البلد يا هيثم باشا ما كنتوش تخلوا احمد واللي زيه يضحوا بعمرهم وهم لسه في عز شبابهم، واللي يموت في البحر واللي ينتحر. يعني خلاص احنا بقى المشكله مصر هتبقى كندا ولا استراليا لما نسيب مناصبنا؟ هو انتوا لسه مشيتوا؟ وبعدين مين قال لك ان احنا عايزين مصر تبقى كندا ولا استراليا؟ احنا عايزين الناس ما تضربش على قفاها في الشوارع، عايزين الناس كرامتها ما تتهنش، عايزين الناس لو اتظلمت تاخد حقوقها بالقانون بدل ما تروح تولع في نفسها في اي حته. بعيدا بقى عن الجوز دول واختياراتهم، بما ان المسلسل اسمه الاختيار، وبعيدا عن الجمله التاريخيه اللي مش عارف قالها ازاي، ولا وهو في البروفات وهم بيحضروا ما راحش قال للحاج بيتر ميمي انا هقول الكلام ده ازاي، الراجل على لسانه كظابط كيوت حبوب مثالي بيستعد قبل ما يروح يعمل مجزره في حق عزل، فبيقول بشكل خطابي مدرسي: المشكله ان ثقافه الاختلاف ما بقتش موجوده، انت عكسي يبقى انت عدوي ودمك حلال، على اساس انه مش واخد باله انه كده بيردد دستور النظام اللي هو بيمثله في المسلسل حرفيا. يعني اللي يعلي صوته ارهابي، اللي يسال يبقى عميل، واللي ينتقد يبقى خاين. النظام اللي اخترع مبدأ الدم الحلال أصلا، واللي في أقل فترة ممكنة في عمر أي وطن أسس المبدأ وعممه على الكل بدون استثناء. تتظاهر في محمد محمود لتسليم السلطة من الجيش عدو ودمك حلال وجدع يا باشا جيت في عين الوقت، يكون ليك رأي سياسي في قيادات الداخلية والجيش تعبر عنه في مدرج كورة، اذبح 72 نفس من جمهور الأهلي كلهم شباب وأطفال بدم بارد ومعهم 20 من جمهور الزمالك، مسيح وتتظاهر في مسبير وضد الاعتداء على كنيسة أدهسك تحت المدرعات ودمك حلال، تعتصم سلمي لمجرد ان ليك رأي كمصري في رفض الانقلاب على شرعية رئيس مدني والطالب باستكمال التجربة الديمقراطية للنهاية ايا كان نجحت بقى او فشلت تبقى عدوي ودمك حلال. بعيدا عن كل ده وعن الزيف والكذب اللي وصل لحد الكوميديا في التيمة المحفوظة اللي بقت سمة اغلب الاعمال الفنية من بعد ما نطت المخابرات في الليل، وهي ان ضباط الجيش والشرطة كائنات مثالية من كوكب تاني جم الارض غلط، ادب وذوق واخلاق، شهامة وبطولة وجدعنة، اسلوب وعظ وخطابة في الكلام، واستخدام جمل من اللي بتكتب على حيطان المدارس من حكم ونصايح غير واقعية وملهاش اي علاقة بحرفية الدراما، وكأنهم في فيلم تسجيلي او حصة تربية وطنية، وكان ناقص بس ان ضابط امن الدوله يطلع يشتكي وهو بيمسح دموعه بمنديله انه قد ايه متضايق ان هو بيحتفل بعيد ميلاد مسجون نسي يشغل له اغنيه انزل يا جميل على الساحه. بعيدا عن كل ده وصلنا مع ابطال الاختيار للحلقه الخامسه اللي هي كارثه، اولا دراميا، ثانيا انسانيا بكل المقاييس. الحلقه اللي احتوت على كميه كذب وتدليس وتحوير واستعباط فاق كل الحدود. لكن قبل ما نتكلم عن الحلقه نفسها وعن المغالطات والاكاذيب اللي فيها وعن عبثيه تاريخ وتوثيق مجزرة بالحجم ده دراميا في المدة الزمنية القصيرة دي، ومن بعدها بقى اتضربت ماسورة جدل وخناق وزياط سيساوي دولاجي من ناحية على فتح جرح وتقليب مواجع من ناحية تانية، وهنا بقى يجي السؤال: ليه رابعة دلوقتي؟ وايه مصلحة النظام اللي المسلسل بكل مراحله وتفاصيله وكتابته وانتاجه وتوزيعه برعايته من انه يفتح على نفسه الفتحة دي؟ لدرجة ان في ناس اتهمته بالغباء، وديك فتحت جرح الناس اللي كانت يا دوب بتفوق من الصدمة وعاوزة تعيش بقى وتندمج في الحياة عادي زي ما خلق ربنا، قابل بقى يا عم. بس الحقيقة ان هما مش اغبياء خالص وعارفين كويس هما بيعملوا ايه. لو بصينا للصورة بشكل اوسع شوية ورجعنا شوية لورا، السيسي بعد انقلابه على مرسي كان طبعا عينه كخطوة تانية على طول هي كرسي رئاسة، والحكم زي ما اتفقنا بالنسبة لشخص عسكري وكمان طبيعته دموية مالوش خالص غير طريق واحد مالوش تاني: استحضار العنف والدم والمواجهات اللي بتغذيها رمي مسببات الفتنة. الحكم عن طريق الترهيب، دعوة السيسي للناس ان هم يقبلوا بيه رئيس ما كانتش دعوة من واحد بيعرض مثلا برنامج اقتصادي تنموي ديمقراطي، دعوة الناس لقبول السيسي او بمعنى اصح للوقوع في فخ الوهم ان هم لازم يختاروا السيسي كان لازم تبقى كده. بطلب من المصريين طلب: يوم الجمعة الجاية لابد من نزول كل المصريين الشرفاء الأمناء. ينزلوا ليه؟ ينزلوا عشان يديني تفويض وأمر بإني أواجه العنف والإرهاب المحتمل.
بس كده. يبقى انت قصاد عسكري بيستغل شعبية وهمية اكتسبها بعد ما انقذ مصر من حكم طائفي زي ما كانوا بيصوروا مرسي طول فترة حكمه في الاعلام، وكمان حكم برضو صوروه انه هو فاشل على المستوى الاقتصادي والامني بعد ما صدروا له كل الازمات الممكنة اللي كتفوا الراجل بيها من ايديه ورجليه. شعبية المنقذ بقى في مرحلة تخللها حرق كنائس ومواجهات مع مظاهرات الإخوان والمتعاطفين الرافضة لانقلاب 3 يوليو، وإيه كمان بقى؟ اعتصام رابعة اللي فضلوا طول الوقت يروجوا إنه اعتصام مسلح. كل ده كان مقدمات لتهيئة الشعب نفسياً وعقلياً لمجزرة هو ناوي وقصد إنها تكون مجزرة دموية. السيسي قرر يكون 14 أغسطس هو اليوم اللي يذبح فيه القطة للشعب كله، معارض ومؤيد، انتهاء زمن وفكرة حق التظاهر أو الاحتجاج السلمي ورجوع الحكم العسكري كامل الأركان لقواعده سالما. السيسي بالفعل بعد اللي عمله في رابعة وبعد ما بقى الشعب سواء بعلم أو عن جهل وخداع شريك بتفويضه وموافقته على فض اعتصام رابعة، لدرجة أن في وسط المجزرة اللي دايرة كان سكان المنطقة المدنيين العاديين من كتر الزن على الودان كانوا جنود في معركة السيسي والشرطة، وعملوا لجان شعبية وكماشة على كتير من المعتصمين اللي حاولوا يهربوا من السماء اللي بتمطر عليهم رصاص أعمى ما بيميزش من حد، لا شباب ولا ستات ولا أطفال ولا عواجيز. السيسي بقى رئيس، لكن المرة دي أشرس وأعنف من مبارك والسادات وكل اللي سبقوه، كطبيعة شخصية فيه أولا، وثانيا خوفه من مصير انه خلاص يا كرسي الرئاسة يا محاكمة كمجرم حرب. فيعمل ايه بقى؟ اولا سيطرة امنية كاملة على الجيش والقضاء والداخلية بما فيها الامن الوطني والمخابرات العامة. ثانيا السيطرة الكاملة على الاعلام. يعني لازم تكون عارف ان احنا كنا مهمومين بالموضوع دوت من اول يوم فيه جت المجلس ودقنا النار يا عمر. ليه؟ انت عشان تعمل ده لازم يكون لك اسرع، والدراحة بما بيتعمل على مستوى الدولة بياخد وقت وجهد طويل. يعني مش بس يعني انت مش ممكن تحل المساله دي بانك تعمل فريق عمل من كل الناس اللي قاعده في دلوقتي واحنا قاعدين كده باختلاف مهاراتهم، لا ده انت بتاخد وقت كبير جدا اول ما تستطيع انك انت تمتلك حصه مناسبه في التاثير اعلاميا. احنا شغالين في ده اكيد. وبعدها السيسي اكتشف ان مش سيطره بمعنى المتابعه بقى والاوامر والكلام ده، لا ده مش كفايه خالص. السيطره هو انه يبقى هو الاعلام ذات نفسه، الخبر والمقال يبقى خارج منه وبيحقق اهدافه، الصوت اللي بيطلع من بق المذيع يبقى صدى صوته هو. لانه في الاول لما جرب يسيب الاعلام اللي موالي ليه واللي اصحاب قنوات ورجال الاعمال تحت جزمته يطبلوا على سطر ويسيبوا سطر او يستضيفوا ضيوف مستتقل دمهم عشان يوحوا للمشاهد بجو ديمقراطي، الكلام ده ما عجبوش خالص. يعني احد الاعلاميين بيقول الرئيس قاعد مع شركه السيمنز وسايب اسكندريه، حاجه صعبه قوي. ما يصحش كده، احنا بنتجاوز كل حاجه. ايه ده؟ ما يصحش كده. يقول لك الرئيس سايب اسكندريه وقاعد، ايه الشغل ده؟ انتوا بتعذبوني وانا جيت وقفت هنا ولا ايه؟ انتوا بتعذبوني وانا جيت وقفت هنا؟ شوفوا انا عارف مصر زي ما انا شايفكم كلكم قدامي كده، وعارف علاجها برضو زي ما انا شايفكم قدامي كده، وانا بقول الكلام ده لكل اللي بيسمعني في مصر. لو سمحتم ما تسمعوش كلام حد غيري. انا راجل لا بكذب ولا بلف وادور ولا ليا مصلحه غير بلدي. وبما ان المطلوب انكم ما تسمعوش كلام حد غيري حرفيا مش مجازا، فكان معادنا مع مجزره جديده بس المره دي اعلاميا لكل اللي مش مرضي عنه. وخطه نظام السيسي للسيطره الكامله على الاعلام دخلت حيز التنفيذ بميزانيه مفتوحه بمليارات، والكلام ده اتكلمنا عنه باستفاضه قبل كده، وكلنا عارفين هم ما بيداروش اصلا ان كل القنوات الفضائيه تقريبا بقت ملكيه خاصه للمخابرات الحربيه عن طريق بوابه اعلام المصريين لرئيسها ورئيس سينرجي تامر مرسي، وكمان سيطره على المواقع الاخباريه الكبيره وحجب اكتر من 500 موقع. مش مطلوب من الناس تشوف فيه اي حاجه مخالفه لتوجه الدوله او تسمع كلمه مش خارجه من بق النظام. ما اكتفاش بكده برضه وقرر انه يسيطر جنب الاعلام السياسي والمواقع على سوق الدراما بقى، انتاج وتوزيع ودعايه واعلان، خصوصا بقى في رمضان وسوق الدراما الكبير اللي بيحصل فيه. لو لقيت 30 مسلسل هتلاقي نفسك بتعد مسلسلين ثلاثه اللي من انتاج شركات خاصه، والباقي كله ملطوع عليه اسم سينرجي، واغلبهم تمجيد للشرطه والجيش وشيطانه لكل اسلامي ومؤخرا لكل ثوري او تخبيط في يناير نفسها زي اللي حصل السنه دي في مسلسل الهجمه مرتده مثلا، وحتى منصات النت اقتحمها بمنصه واتشيت. مفيش منفس للاستقطاب الا وعمله، ومفيش فرصه للانقسام الا وغزاها. نظام السيسي اللي البعض استغباه على حلقه فض رابعه ومش عارفين ان مسلسل زي ده واحياء جريمه بالحجم ده على هواه عادي جدا، هو بيتغذى على حاجتين ما لهمش تالت، الاستقطاب والفوبيا. انا اتصور جزء فيلم زي اللي اتعرض ده وحاجه على شكلته وافضل من كده كمان يتعمل بالحق حتى تكون هناك، شوف التعبير الحقول صعب قوي، فوبيا، الخوف من من اسقاط الدوله، فوبيا. يبقى المصريين عندهم يا فندم فوبيا، ولازم نعترف ان انتم عندكم ربنا اراد ان احنا نكون موجودين في عصر نشوف تجارب حيه قدام مننا،
وأتصور أن هي كان لها تأثير حية في دول محيطة بنا. بخصوص الاختيار 2 وتوثيق النظام الفضيحة لحدث تاريخي من طرف غير محايد أساساً بل هو الجاني والمجرم فيه نظام السيسي، ولأنه نظام عسكري أولاً وأخيراً، السيستم بتاعه هو حاضر ونعم والحاسة الأمنية. فأثناء سيطرته على مجال الدراما اللي هي ملهاش أي علاقة زي ما قلنا بالأفلام الوثائقية أو التحقيقات الصحفية، لكنه بالأوامر اللي بتطلع للمؤلفين والمخرجين وحتى الممثلين اللي كلهم عارفين إن اللي بيعملوه ده اسمه عك وانعدام مهني، فبتختلط معهم بقى الأوامر بالإبداع الفني اللي محصور في وجهة نظر صاحب الكورة، وبتوه كمان الدنيا مع الجمهور، فما بنبقاش عارفين مين الطبال اللي بيعمل كده عن رضا وقناعة، ومين اللي راح اشتغل والرشاش فوق دماغه. في وقت السيسي فيه أرسخ قواعد إنه لما يطلع يهلفط بكلمتين ده معناه إنه قرار واجب التنفيذ. فالراجل عجبه الاختيار 1 فطلب ايه بقى؟ فلا مسلسل واحد مش هيكفي، واثنين وثلاثة واربعة، وانا بقول لكم اوعوا تقدموا غير صور حقيقية ووقائع حقيقية زي ما انتم عملتوا، لان ده وصل للناس. اديها مسلسلات واحكوا الوقائع زي ما احنا عاوزين نروجها، اعملوا مسلسل حتى لو كان بيحكي عن جريمة حرب وإبادة جماعية في حق عزل هي الأكبر في التاريخ الحديث، واللي أرقام الدولة نفسها بوزارة الصحة بمجلس حقوق الإنسان الرسمي للدولة رغم كل محاولات الغش وتقارير بالغصب لبعض الأهالي إنه هبوط في الدورة الدموية أو التخلص من الحياة، رغم حرق جثث ودفن غيرها في الصحراء، برضو كانت أعداد الضحايا أكبر من قدرتهم على الكذب. اعملوا المسلسل وارموا قنبلة الاستقطاب وسيبوا خرطوش هيتنطور براحته في وش المؤيد كمصير له لو شيطان وزه، وفي وش المعارض عشان يفكروا بحدود جبروتنا. رجعوا من تاني حالة فرق تسد، وانتوا بعتونا هنا وانتوا خنتونا هناك، اله الناس في خناقهم مع بعض عشان نقطع الطريق عليهم ان هم يفوقوا لينا احنا. واخيرا عشان النغمة اللي دايرة بتاعت التاريخ ضمن الغنايم بيكتبوا المنتصر، عاوز اقول لكم ان ده بيت شعر كتبه شاعر صاحب البيت لقيه طرده عشان متأخر عليه في الايجار. مفيش حاجة اسمها كده، رابع مجزرة وشهدائها هيفضلوا شوكة في حلق كل ظالم، مأساة يدوب فيها اي خلاف سياسي هنفضل دايما نقولها حتى لو اعتبرنا نفسنا مهزومين. التاريخ بيكتبه المنتصر وبيكتبه كمان المهزوم، ما هو المهزوم مش بصمجي، يا ما انتصر جبابرة وظلمة وكتبوا وألفوا وكتبوا والحقيقة هي اللي بقيت. سيبوا السيسي يدخل التاريخ كأول مجرم يوثق جريمته ويعرضها ويفتخر بيها ويفكر الناس بيها بدل ما يهرب منها وينكرها. السيسي ونظامه بيكتبوا التاريخ ظنا منهم انهم منتصرين، ومال احنا كمان هنكتبه وهنقولها ونورثها للي بعدنا. اسرائيل منتصره وبتكتب التاريخ على مزاجها بقالها سنين، واحنا والفلسطينيين بنكتب التاريخ كل يوم ومش هنوقف كتابه للتاريخ. نظام السيسي مش هيقدر يخترع ذاكره جديده ويخلوا الناس تكذب عينيها اللي شافت ورصدت واتوجعت. السيسي بيكتب انتصاره ووراه درويشه، وفي لحظه ما يقع هيبيعوه ويغيروا كلامهم وممكن يلعنوه ويلعنوا ايامه. الروايه الحقيقيه الصادقه هي اللي هتدوم مهما حاولوا يخفوها ويغيروها. رابعه مذبحه وجريمه لا تسقط بالتقادم ولو عملوا 1000 مسلسل، ونشوفكم على خير إن شاء الله.